أهلا بكم مشاهدينا من جديد، نبدأ جولتنا في مختارات من الأعمدة والمقالات من الصفحة الأخيرة من صحيفة السودان، ونقرأ زاوية نصف رأي للكاتب خالد تيجاني التي جاءت بعنوان الصفخات المفخخة سلام مستحيل. يبتدي الأستاذ خالد تيجاني هذه الزاوية هذه المرة ويقول: فرقت عيني مرتين لأتبين إن كان البيان الصادر يوم الخميس الماضي باسم قادة قوات الحركات المسلحة مسار دارفور حول تأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا صادرا فعلا عن القادة الخمسة الموقعين بأسمائهم في ذيل البيان، ممثلين للحركات الخمسة التي انضمت في الأشهر الماضية للحكومة الانتقالية، ولولا أنني شاهدت قبلها بأيام بعض القادة يتحدثون في مقابلات وفيديوهات متداولة ويوجهون انتقادات حادة مماثلة لما تضمنها هذا البيان، فضلا عن مسارعة المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يكتب ردا عليها، لظن المرء أنها من قبيل المفبركات التي باتت تملأ الأسافير بلا حسيب ولا رقيب. ويقول الكاتب: لابد من التنبيه لخطورة هذا التطور المثير للقلق ومآلاته المنذرة في بلد لا تنقصها المزيد من الأزمات الحادة السياسية والاقتصادية والاجتماعية واحتقان الشارع، لتزيد الأمور ضغطاً على إبالة باندلاع هذا التنازع على الملأ في مجال لا يحتمل تبادل مثل هذه الاتهامات المتبادلة والتشكيك الغليظ في النيات بين أطراف مسلحة في وقت تزايدت فيه التفلتات الأمنية في قلب العاصمة على نحو غير مسبوق. ويستمر تيجاني ويقول: مع خطورة هذا التطور الذي مرت عليه السلطات مرور الكرام على الأقل فيما يتعلق بإشعار الرأي العام أنها تأخذه بجدية وتعمل على معالجته قبل أن يتفاقم ولا يمكن تدارك عواقبه الوخيمة في احتمال غير مستبعد في ظل ما عهده الناس من تباطؤ وضعف في حساسية الحكومة في التصدي لمسؤوليتها. ويقول تيجاني: في واقع الأمر ربما لم تبتذل كلمة بكل معانيها السامية كما ابتذلت قيمة السلام في الخطاب السياسي السوداني وسط محترفي السياسة، ولعل السودان هو البلد الوحيد في العالم الذي تتخيل طبقته السياسية أن بوسعها إعادة اختراع العجلة. ويختم الكاتب زاويته بالقول: لو كان للبيانات الملتهبة المتبادلة بين أطراف اتفاق جوبا الأول من قيمة استثنائية فهو في توقيعها أو في توقيتها، ولا أدري إن كان ذلك مصادفة أن تصدر في الوقت الذي انطلقت فيه مفاوضات جوبا 2 تجزئة التفاوض حول قضايا السودان لن تنتج سوى صفقات ثنائية مفخخة، وفي غياب مقاربة كلية شاملة على صعيد واحد ليس لأحد أن يحلم بسلام.